تزامنا مع استعدادات مملكة البحرين لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي، أقام معهد البحرين للتنمية السياسية ندوة بعنوان الاتحاد البرلماني الدولي مسيرة تميز الدبلوماسية البرلمانية. نعم، وعقدت الندوة بمشاركة النائب الأول رئيس مجلس الشورى والنائب الأول رئيس مجلس النواب. تناولت الندوة أهمية استضافة مملكة البحرين لهذه الاجتماعات والدور الفاعل الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من خلال تعريف العالم بالإنجازات الحضارية التي حققتها المملكة وبأهمية المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في المسيرة الديمقراطية التي تعيشها البلاد. تأتي هذه الندوة ضمن برنامج الوعي الوطني الذي يخصصه المعهد لكافة شرائح المجتمع، تماشيا مع أهداف ورسالة المعهد في تعزيز الديمقراطية ونشر الوعي السياسي بكافة المستجدات التي تشهدها الساحة البحرينية السياسية والمجتمعية، إلى جانب تسليط الضوء على كافة الموضوعات التي تسهم في تنمية الوعي السياسي بشكل مستمر على مدار العام. طبعا أهمية هذه الندوة لأن احنا مقبلين على حدث مهم بالنسبة للبحرين، وهو حدث تنظيم البرلمان الدولي لجلساته في البحرين. هذا الحدث كبير جدا، وبالتالي احنا يعني كنا حريصين ان ايصال رسالة للرأي العام وللمعنيين بالشأن البرلماني المحلي والدولي ان يكون هناك استعداد من قبل مملكة البحرين ومجلس شورى النواب يعني الترحيب بالزوار البحرين، وعددهم لن يقل عن 2000 زائر ومشاركة من 178 دولة وبرلمان. وبالتالي هذه المشاركة تكتسب أهمية سياسية وتنموية، وفي نفس الوقت تعطي صورة حضارية عن مملكة البحرين في المشاركة في مثل هذه المحافل وتنظيم هذه المحافل الهامة. وأعتقد سمعة البحرين في تنظيم هذه المحافل أصبحت معروفة للعالم أجمع، ومشاركات البحرين في هذه المحافل أصبحت محل احترام وتقدير.